السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساكم بالنور والسرور في حلقة جديدة من برنامجكم جمعتنا الليلة مع ريم أوكانو، وتحديدا من إمارة دبي ومن أبراج الإمارات. أرحب في كل اللي موجودين معانا في القاعة هني وكل من يتابعنا خلف شاشة الظفرة. يا هلا ومليار ترحيبة فيكم، مساك الله بالنور. مساك الله بالخير ريم، مبروك عليكم ما تبقى من شهر رمضان الفضيل، ومبروك على المشاهدين متابعينا متابعي قناة الظفرة أينما كنتم في أرجاء الوطن العربي. نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأكيد متابعينا متابعي برنامج الليلة جمعتنا مع ريم وكانو، هذا سلام خاص ومخصوص. وقال لكم ركزوا على مواقع التواصل الاجتماعي وكثفوا مشاركاتكم، عندنا جوائز قيمة مقدمة من قناة الظفرة عبارة عن آيفون وآيباد، وما نسينا أكيد الحضور الكريم المتواجدين أمامنا في قاعة جودلفن في أبراج الإمارات، هناك جوائز قيمة مقدمة من علياء القمر للعطور وأيضا من لوتال العطور، ونتمنى التوفيق للجميع. اللهم آمين يا رب. أنا قلت أحط اسمي واسمك في السحب مرة واحدة، إيش رأيك؟ والله أنا حاولت طول شهر رمضان ماشي فايدة. اللجنة شادين علينا شوية. صح صح. لا ما عليه، معوضين إن شاء الله بالعيد ما بنقصر، حتى نحن بنفوز وياكم، نحن فايزين أكيد إن نحن وياكم خلف هذه الشاشة الجميلة نوصلكم الإعلام الشريف الجميل اللي يليق فيكم متابعين قناة الظفرة. نجم الليلة أنيق بحضوره، رومانسي حالم يعشق عمله بصدق، ولكنه رغم ذلك قوي وصريح جدا، يعرف أين يضع قدمه، اختياره للفن كان نقطة تحول في حياته، قلبه دائما مع الإبداع والتفرد. هو نجم قادم إلينا من عمان الأخضر، رحبوا معي بالسندباد النجم الفنان إبراهيم الزجالي. يا هلا يا هلا. عاد اليوم انا لابس لك اخضر بس عسبة عمان. يا هلا ويا مرحبا ويا سهلا. يلا كان حبيبي الله الله اشرق اجواء المرات. يا هلا ومرحبا وسهلا، مبارك عليك ما تبقى من الشهر الكريم. علينا وعليكم ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. محمد يا اهلا وسهلا. اصبر شوي خلي يمر الهودج بعدين. اليوم مستوي طاووس، خلوني خلوني. كيف حالك؟ تمام تمام الحمد لله. بشرنا عنك. الله يسلمك. توك جاي من عمان. في بداية هذا البرنامج نترحم على أبونا الشيخ زايد، ذكره الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له، والله يحفظ شيوخ هذه البلد. آمين وياك. اللهم آمين. والأمن والخير والسلام على خليجنا يا رب العالمين. آمين، آمين للأمة العربية والإسلامية. خبرنا اليوم شو فطرت؟ فطرت فطورنا ولا فطوركم؟ أنا ما أسمعكم زين. علوا لنا الصوت يا جماعة. هني علوا لنا الصوت لأنه ما شاء الله عندنا حضور، يعني ما شاء الله جمهورك مو خلص لك، لحقنا من كل مكان لين هني. تستاهل أكيد. الله يسلمك يا ربي. إذا تكلمنا اليوم طبعا بداية فطور الإماراتي اللي هو نحن معروف عنه الهريس والثريد والقيمات. ها اليوم طبعاً. فطرت فطورنا ولا فطور عماني؟ والله إحنا يعني إحنا قريبين من بعض عموما، ما تختلف وايد يعني عمان والإمارات نفس يعني الشيء مرة، يمكن المسميات بس اللي تختلف، بس هي نفسها. لا 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 نفس المسميات نفس الشيء. نعم ما شاء الله كنت طباخ قبل كانوا. لا أنا كنت بخض، أنا كنت بخض حق القرنقشو. أيوة هاي شو القرنقشو؟ خلا لازم أعرف القرنقشو. القرنقشو هذا يعني هذا يعني يعني مثل ما تقول حلوة طقس رمضاني، طقس رمضاني عماني. أنتم في الإمارات عندهم حق الليلة، حق الليلة إيه إيه، الكويت قرقعان والبحرين قرقعون، هذا هو. في قطر قرنقعوه، قرنقعوه. هي أيوة. تختلف المسميات، لكن المسميات بس هي طبعا خروج الاطفال في المنتصف من رمضان للبيوت في الحارات في الازقه لطلب، حتى في مصر موجود يعني يسمونه حلو يا حلو. حلو يا حلو. الله احنا وحوي يا وحوي اللي ما كنا نعرف شو معناتها للحين. سالنا اخواننا المصريين، سالنا اخواننا المغاربه، سالنا اخواننا كذا في مكان، الا وحوي ما كان نعرف شو هي. يعني اخر شيء استنتجت ان هي شخصيه خياليه. منو وحوي؟ ما عندك فكره؟ خلينا نسال اخواني العمانيين. لكن فعلا القرنقشو يعني مربوط في الذاكره يعني، واحنا اطفال طبعا في حواري ولايتي انا من المصنعة. من المصنعة. الله الله. الباطنة البحر. اي طبعا يعني في الحواري طبعا نمر على البيوت ونمر على على تمرون على البيوت. شو تقولون؟ قرنقشو يا ناس اعطونا شويه حلوى. حلوى في المندوس. دوس 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 دوس. حاره حاره في السحارة. يا سلام. الله يا سلام. الله تحيه لاهل عمان اكيد من مكاننا هذا ومن اماره دبي، نوجه لهم تحيه اكيد. بما اننا نحب بعدنا موجودين في اجواء رمضان، قلبي معي مسلسل دخل السباق الرمضاني بقوه في الدراما الخليجيه هذه السنه، طرح جديد وانتاج سخي، رؤيه
إخراجية واعية من كل النواحي، كيف تقيم إصداء للحين هذا المسلسل أو رؤية جمهورك له؟ شو وصلك للحين عن المسلسل؟ لا والله أصداء جدا رائعة. هذه من العمل أكيد درامي. هذا الأستاذ حسن كامي. نوجه له تحية أكيد من عملاق. مصر. نعم نوجه له تحية أكيد عملاق. من الشخصيات الرائعة الحقيقة، أنا تشرفت إني أشتغل مع هذا النجم الكبير. نعم. وشخصية جدا قريبة للقلب يعني وقمة التواضع هذا الإنسان يعني. المسلسل أصداء جدا رائعة الحمد لله رب العالمين من خلال الكومنتس اللي توصلني من كل الوطن العربي، في متابعة رائعة للمسلسل، يعرض في أكثر من قناة في أبوظبي وفي روتانا ففي يعني وفي تشويق أيضا في الأحداث، في خطوط كثيرة في المسلسل هذا أيضا اللي عاجب الناس يعني في تنويع صاير والكل ماخذ يعني حظه في نصيبه في كمساحة في أحداث المسلسل، في وجوه جديدة أيضا مثلكم وشرواكم زملائكم إعلاميين أيضا كانوا موجودين أبطال في هذا المسلسل وفي أدوارهم الحقيقية كمذيعين يعني في هذا العمل يطلعين في أجواءهم ما طلعوا بشخصية ثانية بشخصيتهم بشخصيتهم كمذيعين يعني جميل، فهذا ساعدهم هم أيضا يعني خلاهم طبيعيين جدا في أدائهم وهذا كان واضح. السادة ميسة مغربي هي منتجة هذا المسلسل، وجه لها تحية أكيد وهي بطلة هذا العمل يعني هي ما قصرت الحقيقة في توفير كل ما يتطلب هذا المسلسل وفي توفير كل عناصر نجاحه. المخرج باسم شعبو مخرج اشتغلت أنا معه في عمل سابق، مخرج جدا جميل، في ناس كثير لاحظت نجوم في هذا العمل، هو الحلو اللي في ريم انه متنوع ايضا يعني بابطاله يعني في من الخليج وفي من مصر وفي من سوريا، وهذه النقطه المهمه اللي انا بوصلها ايه؟ الفنان ابراهيم الزجالي في الفتره الاخيره يمكن خلينا نقول في السبع سنوات اللي طافن دائما في اعمال مشتركه اكثر ما تكون خليجيه بحته 100%، صح. هل انت تتشجع للاعمال المشتركه اكثر ما يكون خليجي او عماني او بحريني بالمسمى نفسه؟ شوفي ريم الان احنا يعني في ظل هذه الفضائيات وفي ظل السوشيال ميديا أعتقد أن احنا صرنا وحدة واحدة يعني، فصار ما في مثل زمان أن الناس تركز على قناة وحدة مثلا، صحيح، بكل ما تقدمه يعني، مثلا الجمهور المصري كان زمان ما يتابع غير قنواته فقط المصرية، صح كان زمان هذا الكلام ايه. الآن الجمهور المصري متابع لكل الدراما يعني ويتابع كل القنوات، صحيح. يعني عارفة تروح مصر يعرفونك، تروح أي مكان، فصارت فبالتالي أنت لما تشتغل مع نجوم من مصر ونجوم من سوريا ونجوم من الخليج ونجوم من المغرب تصير مشاهدة أوسع وأكبر، تكبر الشريحة لتكبر الشريحة للعمل يعني. على طاري الشريحة والانتشار وينك عن السوشيال ميديا؟ أنا شوية أنا مقصر، أنا يعني مركز على الأكثر على نوعا ما الانستغرام، تويتر مقل فيه أيضا، سناب شات. بس أنا سمعت إن في ناس تنتحل شخصيتك في السوشيال ميديا وايد. فيه أي كثير يمكن مهووسين فيك حبا فيك، يمكن ناس يسوون هالشيء ولا يمكن حبا فيك مهووسين في شخصيتك فيمكن والله الحمد لله ولا لا يعني يا ريت حبا فقط يعني ان شاء الله. لا انا سمعتك في المقدمه قلتي الرومانسي وانا قاعد الاحظ في السوشيال ميديا وايد في اليوتيوب هذه الفيديوهات اللي انت كذي واغنيه حزينه اغنيه هنديه الرومانسيه حلوه يعني الاعمال الرومانسيه مطلوبه يعني ومشاهده لان احنا يعني محتاجين الى 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 اعمال نقدر نقول تفقد الإحساس تخفف من وطأة ما يحدث الآن أكيد. جميل جميل. من أحداث ومن بلاوي في عالمنا العربي يعني، فالناس محتاجة إلى تقعد تحضر مسلسل في بيت أمام عياله، مسلسل خفيف في رومانسية في أغنية حلوة في أجواء عائلية يعني، هذه الأعمال نوعا ما هي المطلوبة يعني، هي مطلوبة وهي حقيقية بصراحة ما بقطع حديثك، هي فعلا الدراما اللي تعرض دائما يشوفون القضايا اللي موجودة في الشارع، قضية الشارع أو اللي موجود حديثها، ففعلا احنا صار عندنا نقص في الرومانسية في الفترة الأخيرة يمكن أكثر، قمنا نروح نشوف مسلسلات التركية فقط، صحيح. بس حلو نستمتع لما نشوف في عمل مشترك أو خليجي
في الحس الرومانسي هذا، وخصوصا انه يوصل. هو شوفي المسلسل التركي نقدر نقول انه يعني فتح باب الرومانسيه في الخليج. يعني احنا قدمنا اعمال رومانسيه سابقا، يعني قبل ان نشاهد الفضائيات، قبل الفضائيات وبروز العمل التركي على الدراما العربيه، صح. لكن بعدين هملناها، يعني دخلنا ركزنا على الكوميدي شوي، على التاريخي، على كذا. لكن العمل التركي فعلا يعني ان اعطانا جرعه رومانسيه يعني كان يحتاجه وفاقدها المشاهد العربي، خاصة مع المناظر الخلابة يعني والأجواء الرومانسية الجميلة. نعم، في تركيا. فعملنا مسلسل ليلى إحنا، اي طبعا انشهر، اللي هو رومانسي بحت يعني فعملنا في 3 أجزاء هذا المسلسل. لا 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 لحظة 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 سؤال السوشيال ميديا، ما العمل الذي قدمه الفنان إبراهيم الزجالي من 3 أجزاء؟ أعيد السؤال. ما ذكرنا أبداً أبداً، ما غششوا أبداً أبداً، ما غششوا، يستاهلوا المشاهدين. أعيد سؤال السوشيال ميديا، سؤال السوشيال ميديا، الفنان إبراهيم الزجالي قدم مسلسل من 3 أجزاء، ما اسم هذا المسلسل؟ خذينا على الدولاب لأن خلاص هي القضية، خلنا نروح للدولاب ونشوف السؤال اللي فنانا شو يقول. الله يستر من دولابكم. يلا خلنا نروح نشوف. تنترر، نحن رديناك على أولية الحين على الدراسة، أيام الدراسة. أنت خريج المعهد العالي للفنون والمسرح ما شاء الله في الكويت، ودوما تقول إن أجمل فترة مرت عليك فترة الدراسة. صحيح. هذه ليش؟ شو معنى فترة الدراسة هذه؟ يعني شوفي، أنا أولا دخلت المعهد العالي في المسرحية. نعم. صحيح، أنا بديت يعني يعني مثل ما تقولين، يعني مثل ما يبدون خلينا نقول بديت بالموهبة قبل تكون أكاديمية. الطلبة يشوفون أنفسهم وهم في المدرسة، يعني عارفة يعني في مواقف الموسيقى، في المسرح، في الكذا، لكن ما حطيت في بالي أن أنا ممكن يعني أن تظل معاي هذه الهواية وهذه الشغلة حتى في الكبر، وتخصص وأدرس فيها نهائيا. يعني أنا اللي خلاني أدرس تمثيل أساساً، أنا جبت نسبة سيئة في الثانوية. صريحة، نحترم صراحتك. إيه. فالنسبة هي اللي حتمت علي، أنا ما عرفت وين أروح. العالم توزعت، الجامعات واللي سافر بعثات واللي كذا واللي. طب كاريزمتك، بعيداً إن أنت ما لقيت أي شيء إنك تدخله، كاريزما مالتك أنت في البيت لما تتكلم، لما تقعد، ما أقولك مثلاً أنت عندك موهبة الكلام، موهبة الإيحاء في الوي التعابير، كان في ناس تقولك كذي؟ إي وبالعكس، يعني أنا يعني في المسرح المدرسي من الابتدائي. يعني. جميل، يعني مؤسس أنت من الأساس. إي إي وفي الإذاعة المدرسية، فهذه أنا أحب هذه. أخوي مذيع عندنا ما شاء الله، نوجه له تحية أكيد. الأستاذ خالد الزجالي أيضاً. فطبعاً إحنا يعني. في الجينات جينات، وبعدين يعني اعرف طبيعه عمل خالد يعني في 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 في, في الاذاعه وفي التلفزيون ورحت معه اكثر من مره. فهذا بس ما حطيت في بالي ان انا ممكن اتخصص، انا ممكن اروح ادرس. فرحنا درسنا تمثيل في المعهد، وانا للحين يعني اتلمس شيء اسمه تمثيل يعني. انت تتلمس ما شاء الله عليك. لكن لما دخلت سنه اولى عرفت انا ان يعني هذا عالم، يعني أكيد. ان هذا فعلا دراسه وفعلا تخصص وفعلا يعني الممثل الاكاديمي، يعني اقدر اقول انه ياخذ يعني فنون واسس التمثيل الدرامي والمسرحي يعني. فحتى انا ما ابي اقول ان الممثل الاكاديمي يفرق عن الممثل الهاوي هي بالاخير كلها موهبه، لكن الممثل الاكاديمي ينعرف يعني تحس انه مصقول، تحس باداء، تحس مصقول بالضبط. لان هذه الموهبه فعلا مصقوله ومتربيه مسرحيا ووقف كثير على خشبه المسرح وتعلم من اساتذه عمالقه في هذا المجال. جميل. فلا يعني ويهذبون فيك
موهبتك يعني اذا كان عندك يعني شغله غلط في 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 وجهك في بعض الحركات اللي انت في حياتك تعملها لا تهذب فيها تماما يعني مخارج الاحرف النطق اللغه العربيه كل هذه الامور هذه يعني مهمه للممثل انه لابد ان يتخصص ويسقل موهبته بالدراسه والعلم يعني انت ما شاء الله عليك من بداياتك من قبل دراستك في المعهد العالي الى اليوم انت ما شاء الله عليك تارك بسمه خاصه فيك الناس كلها تتكلم عليها ان الفنان ابراهيم الزجالي ان كان من بدايته من التلفزيون العماني الى ما وصل الى دراما المشتركه الى الخليج الى وين ما وصلت انت دائما يعني في ارتقاء من درجه الى درجه الى درجه اللهم امين الى العلالي انا اقول اوديكم الى الدولاب نشوف الدولاب اخذكم الدولاب خذنا للدولاب يلا اعطونا الدولاب نشوف شوف الدولاب في بلاوي والله ايه شوف مدحوب ايه الصراحه ايوه خلنا نشوف الصراحه شو تقول الصراحه عندي اسئله سريعه ايه يعني اتمنى تفاعلك وسرعتك في الاجوبه الصراحه الانتاج مقصر في الدراما الخليجيه ايه مقصر مسلسل قلبي معك مسلسل بنكهه مصريه قاعد يضيف لك شيء طبعا يضيف طبعا واخر سؤال عندي عن الصراحه اباك تجاوبني بكل صراحه ليش تمشي في الليل على البحر حافي ايوه شو هالطقس هذا اللي هو عندي؟ حافي صحي بس ليش فعلا وفي الليل الحين غيرت نهار الحين غيرت نهار يا بالسبب الله يسلمك لان امشي حافي دخل في في رجلي كذا شغله زي احنا سحلوف فتعبني يعني حافي يعني صرت البس جوتي وصرت في النهار زين بس يعني العاده موجوده عشان اي العاده مشيت البحر هذه والركض على البحر هذه بشكل يومي يعني زين الله يديم عليك العاده الصحيه انا برجع مره ثانيه للانتاج ليش مقصرين تتوقع وجهه نظرك يعني تبي تاخذ تفاصيل شويه شويه عن خاطري شيء انا استانست لما عديتني يعني لا انا عديتك بعدين قلت كانوا رادار هني ما شاء الله قاعد يلقط بس شوف انا ما اقول كل الاعمال ولكن في اعمال فعلا مسلوقه يعني مسلوقه وفي اعمال كثيره خليجيه ايضا مشي حالك يعني ان احنا يعني خلينا يعني نجيب هالممثل وهالممثل وهالمخرج تعبايه مكان احنا نقول والرخيص ونشتغل ونبيع يعني أوكي. وهذا حاصل تجاري يعني عمل تجاري بحت يعني وفي ايضا في اعمال اصبحت في الفتره الاخيره صار التركيز فيها على 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 شباب صغار جدا يعني صارت مثل الموضه يعني يجيب لك عمل ويحشيه بمجموعه بنات وشباب صغار ويبيع حلو. طبعا هذول محتاجين فرصه يشتغلون فبالتالي اجورهم رخيصه لان محتاجين هذه الفرصه يعني فما عندي مشكله يقول لك هذه والله ان عنده مليون ومليونين على السوشيال ميديا بالضبط ايضا دخلنا في موضوع ان احنا قاعدين الان نختار نجوم اي مسلسل بالفولورز اللي عندنا كله من كانوا سوشيال ميديا لا وكلامه جميل لان كلامه صحيح اذا يتحول للاسف يعني تجاري بحت خطير يا رجل طبعاً. يعني هل انت المحتوى؟ يعني هل 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 في نجوم كبار في مصر نجوم كبار في مصر يعني ما عندهم اساسا لا انستغرام ولا تويتر ولا عندهم شيء لكن هل تقدر تقول ان هذا مش نجم كبير لا هو نجم وانضرب بسبب الانتاج صح؟ الحين صايرين يتنجمون من خلال السوشيال ميديا بالفولورز عدد المتابعين عدد المتابعين يقول لك هذا يا اخي نجم هذا يتابعونه بالملايين طيب يعني هل هو ممثل جيد راح يوصل لك هذه الشخصيه في العمل الدرامي هذه وفي الشخصيه هذه اوكي هو ناجح ك ك ك ك كسناب شات ويسولف مع كاميرته بروحه بالضبط هي تختلف عن هذه كاميرا لكن هل هو ممكن يصير ممثل جيد؟ لا طبعا صح هذه غلطة وعتب نحن صراحة هذه قاعدين نعاني فيها احنا ريم لك حق قاعدين نعاني فيها في الدراما الان وصاروا ايضا الان نجوم لهذول الفاشينيستا هذول ايوه يعني هم مسبب لنا ازمه حتى نحن بصراحه يعني هذا بعد يعني هذه مصيبه صح انك تطلع لك وحده تعمل لك يا اخي تعلن لك عن عطر وتعلن لك عن مساحيق ما اعرف ايش وعن مكياج وعن ما ادري ايش جايبينها ثاني يوم نجمه عمل ثاني يوم يا اخي لا مو حتى نجمه عمل هي صارت الان نجمه
غطت على الممثل وغطت ما في على معايير صحيحه صارت غطت تتاخر. على المثقف وغطت اذا نزلت الى مكان العالم عليها بشكل مجنون يعني. لا كلامك صحيح، هذه مصيبه. انا واحد من الناس يتني عروض تمثيل ودائما اقول لهم انا مش ممثل. زين عندك متابعين وعندك فولوورز، زين انا مش ممثل، انا مقتنع اني انا لا املك موهبه التمثيل، ومقتنع ان على قولت اخوانا المحامين ابو باليد رحم الله امرئ عرف قدر نفسه إيه. لكن يقول لك لا تعال لان عندك متابعين، فعتبك في محله. وانا قلت اخذين على الدولاب، اخذكم على الدولاب. خلينا نروح على الدولاب مشاهدينا ونشوف صيغه السؤال حق فناننا. تنترر هاي وراها وايد وراها وايد الشهره ما شاء الله. انت وصلت اليوم يعني الخليج العربي كله يعرفك ما شاء الله، الوطن العربي بعد الوطن العربي مشتركه. انا اليوم ما تسحرت عدل، ترى امسات ما تسحرت عدل. اوكي، انت مقل في اللقاءات التلفزيونيه صح، شو الاسباب؟ يا انك انت ان المذيع يدخل في خصوصياتك زياده عن اللزوم وانت يمكن ما تحب هذا الشيء، او انك يعني خلاص حاب انك تكون عندك بارت معين في حياتك ما تحب تطلع تتكلم عنه. شوف يا ريم، هي انت ممثل اولا واخيرا، فالناس قاعدة تقيمك وتتابعك من خلال عملك، من خلال المسلسل اللي تقدمه يعني. وبعدين انت لازم تركز في هذا العمل بكل تفاصيل وابعاد الشخصيه اللي تاديها يعني. تجي بعدنا تطلبهم كل يوم انت في القناه هذه وفي الاذاعه هذه وفي الجريده هذه وفي لا، وفوق هذا الحين سناب شات والانستغرام وما اعرف ايش، خلاص الناس ملت منك يعني. في شيء اسمه محرقة يعني، ان انت قاعد تحترق يعني، كرتك قاعد يحترق. فانا يعني اخاف على موضوع ان كل ما تطلع وتحضر هالمهرجان وتحضر ما اعرف ايش وتصوير هنا وتصوير هناك، محافظ على مكانتك. فانت انت ما تحب انك تختلط في امور ما لها داعي. في هذا الموضوع انت ترى في ناس عندهم مثل الهوس في هذه المسائل هذه، فهذا الهوس في الأخير يعني قاعد يضيعك يعني. بعدين بتدخل في موضوع قيل وقال، تفلت منك كلمة، تفلت منك ما أعرف إيش، يفهمونك غلط الناس يعني، يقيمونك يعني ما أعرف، وتدخل عاد أنت في مهاترات صح وفي مسائل، تفقدك تركيزك في فنك الأصلي وفي عملك الأساسي اللي أنت قاعد تقدمه. جميل، يعني أنت تقدم رسالتك عن طريق ما تقدمه. خلينا نقول هذه يعني اليوم نحن اذا نبغى ابراهيم الزجالي او الفنان ابراهيم الزجالي، اذا نبغيه ونبغي نشوفه عن طريق اعماله. يعني كلامك موجود في الدراما اللي انت تبى تقوله، ما في داعي تقوله في لقاءات تلفزيونيه. لا غير كذي، راح توصل الرساله عن طريق الدراما مالتك. انت ممكن يعني طله يعني كل سنتين مره مثلا، مو غلط يعني كتلفزيون يعني، مثلا تمر عليك اذاعه خفيفه سريعه، لقاء إذاعي سريع، في جريدة ما سبق أنك مثلاً نزلت فيها ممكن. لكن أتكلم بالذات عن اللقاءات التلفزيونية وحضور المهرجانات وهالسوالف هذه فعلاً. وفي ناس تحب يا أخي، ما تقدر يعني تقول إنه والله هذه وجهة نظري أنا فقط. كلامك صحيح لدرجة أن الفنان ياسر العظمة أكيد نوجه له تحية، في حياته ما طلع ولا لقاء تلفزيوني، قال أن أنا أوصل رسالتي واللي أبغى أوصله من خلال التلفزيون. صحيح، ما في داعي أطلع في لقاء تلفزيوني، رسالة هادفة وصلها عن طريق الدراما اللي يمثلها يعني. صحيح، يعني أحمد زكي الله يرحمه، الله يرحمه، لقاءات يعني محمود عبد العزيز رحمة الله عليه، الأستاذ عادل إمام يعني، هذا أنا يبلك نموذج يعني نجوم كبار يعني. أكيد ما حارقين أنفسهم في هالمهاترات، مركزين على عملهم، مركزين على شغلهم. نحن نوجه لك تحية أكيد على طبعا تركيزك على عملك وعلى كل الأسماء اللي طريتها، لأن فعلا تستاهل الاحترام. إذا ما تصفق في اليوم أربع مرات إيدي تاكلني، إيدي تاكلني، إيدي تاكلني، نشفت ريج الرئيال شرب ترى عسبت كذي، قلت ما صفق لما يشرب ماي. أنا أقول هذه الفقرة الحوارية كانت طبعا ها ملعب ريم، عشان شي نشفت ريج. نشفت. أنا بوديكم فاصل وبنرجع عشان ندردش ونروح للماضي ونلعب ونرسم ونغني. هاتوا لنا قهوة، فاصل هاتوا لنا قهوة.
تحية لكم من جديد مشاهدينا، وبعدنا مستمرين معاكم في فقراتنا المتنوعة، ومعنا جبنا لمؤلق سمان اليوم أكيد الفنان إبراهيم الزجالي. أرجع وأرحب فيك مرة ثانية. يا أهلا وسهلا فيكم. يعني شامين شامين ريحة عمان فيك. الله يخليك. الله يسلمك يا ربي. الله يسلمك. ريحة طبعاً ريحة اللبان. اللبان؟ إيه. ريحة الغاليين أنا صراحة أحبهم وايد أهل السلطنة. اللبان والحلوة الله. إيه يعني عاد الحلوة تمتن عمان متميزة. بس تمتن. عمان متميزة. أكيد أكيد. كعادات كتقاليد كتراث كفنون ك الله عاد في الفنون حدث اي اي يعني كايقاعات مثلا زاخره يعني بلد كبيره مترامية الاطراف ويعني الجنوب غير الشمال غير الوسط غير ثقافات الحمد مختلفة. لله يعني الله يديم بالخير يا رب العالمين والامن والامان على الجميع يا رب. نحن طال عمرك بناخذك الحين على الجديمك نديمك الله بنردك على الزمان الحلو الاولي. اي طبعا انا اموت اموت في في في, في القديم الله اعطونا قديمك نديمك نشوف قديمك نديمك شو بيعطيك وحنين الماء. الصديق احنا دائما نسمع الفنانين يقول لك يا اخي احنا مشغولين واعمال وتصوير وفعاليات واحتفالات وراكورات. صحيح. في هذه الزحمه كلها وين الصديق؟ في اصدقاء طبعا، لكن يعني شوف انا مشكلتي كثير السفر يعني و الأعمال وكذا وهذا، فأنت ما تصدق أنك أنت يعني تخلص أعمالك وشغلك ترجع إلى بيتك ترجع إلى عيالك. معناته أصدقائك ماخذين حقهم منك؟ لا مقصر في حقهم؟ مقصر جدا. أصدقاء الشامية؟ أصدقاء الشامية؟ شامية الكويت. إيه أصدقاء الكويت. لا يعني أنا مقصر وايد، أنا حتى لما أروح الكويت مثلا أنا فيه طبع وهذا طبع أنا أعترف فيه يعني طبع سيء، ما أحب أتصل في الناس يعني أروح مثلاً الكويت للمسلسل لشغلي فقط يعني هم عادي يعرفون بالصدفة يعرفون يا أن من خلال الجرائد يا من خلال كذا يا من خلال يتسامعون في الوسط الفنان إبراهيم موجود في عتاب فيصير العتاب طبعاً يصير العتاب يعني. في أصدقاء كانوا موجودين من أيام قبل الشهرة لين الحين موجودين على تواصل؟ قبل الشهرة في أصدقاء الدراسة أيام أيام الإعدادي والثانوي في بعضهم يتواصل معي بس أنا اللي مقصر. أنت اللي مقصر. لا يتواصلون مساكين يعني. تعرف أسامي؟ تتذكر أسامي؟ مرة عملوا لي حفلة أصدقاء الدراسة في المصنع، أصدقاء الدراسة في المدرسة اللي درست فيها الإعدادي والثانوي في المصنع في ولايتنا إيه، فعملوا لي جمعة عشاء كنت موجودة هناك يعني أنا كل جمعة لازم أكون في المصنع. جميل. لازم أكون عند أهلي عند إخواني عند كذا عند ما أستغنى نهائيا عن جمعة الجمعة يعني بكرة ما راح أكون معاهم يعني فحريص عليها تماما يعني. فعاد الشباب جمعوا ربعنا الأولية مال الثانوية وعملوا الحفلة في نفس المدرسة. يا سلام. فرحنا تجمعنا وتعشينا مع بعض وكانت ذكريات جميلة وهذا يسول تذكر لما ولما ولما فهم ومتابعين مساكين يعني كثير يعني لكن وفقت منهم أنا يعني الله يرحمه ويغفر لهم الله يرحمه يعني مجموعة من الأصدقاء الله يرحمه كنا على طاولة واحدة يعني في الثانوية وأصدقاء دراسة المعهد أيضا نوعا ما يعني تفرقوا يعني أصدقاء الشامية هات سميهم أنت أصدقاء الشامية في منهم اللي 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 اللي, اللي استمر وفي منهم اللي ترك المجال تماما يعني عامة الدنيا مشاغل كلنا يشغل في مجال أكيد خصوصا المجال الفني جدا صعب ويباله وقت فاحنا عملنا واحد من 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 جمال الغيلان الله يذكره بالخير صديقي بحريني ايضا من اصدقاء الشامية من البحرين احنا من كل الخليج على فكره حتى من اليمن. جميل. فعمل جروب باصدقاء المعهد واصدقاء الشامية فسماه هو
سماه يعني عيال الخليج او لمة الخليج، ابناء الخليج يعني. فاحنا نتواصل ايضا اللي في قطر واللي في البحرين واللي في الامارات واللي في السعوديه واللي كذا من خلال هذا من خلال هذا الجروب يعني. انا صراحه مستانسه انك سالتها السؤال، يعني حسيت انك انت رديت على الاصدقاء او حللهم. أيوة والاجواء الجميله. انا احييهم جميعا. انا ابغى رد زياده، ابغى رد زياده. روح ابويا غمج روح لأن لانه قال ايام المدرسه. فنتذكر ايام المدرسه كنا ندق على الطاوله ونغني وكذي. شو كنتوا تغنون؟ ذكريات مشاغبة. يوم الدق على الطاولة. دقة ما الطاولة هاي لها مزاج ثاني. يعني شوف هي يعني المدرسة يعني ما تغيب عن ذاكرتي أنا نهائياً يعني. أنا عجبني التهرب من السؤال. صح؟ عجبني. ويعني حتى يعني الابتدائي أنا درست في مدرسة تختلف عن المدرسة اللي درست فيها الإعدادي والثانوي يعني. الابتدائي درست في مدرسة الحي او الحار اللي انا فيه مدرسه الشعيبه في 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 ولايه المصنعه. فكنا يعني نغني. فكنا نغني. لكن تمثل انا اكثر. ما تغني؟ لا. زين الحين انت كنت تمثل ولازم في الاذاعه. زين انا مالي علاقه كان ولا انت بتجرني انت انا ما بغني لك. زين الحين بقول ما نبغاك نغني. قصيده. قصيده المايك عدالك. قصيده شعر اي شيء انت تحبه من التراث العماني مثلا تحب انك تهديه حق جمهورك بعيد عن الغنى. نبغى شيء من ريحه عمان. عاد هذه بيعاتبونك عليها كيفك عاد. حطتك في ورطه، حطتك في زاويه. انا مشكلتي والله ما احفظ. مول يعني شيء من التراث من الاغاني القريبه. تراثنا وايد والله. تراثنا زاخر. انا 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 مشكلتي يعني فعلا ما احفظ ولا شعر ولا شيء. شعر تراثي قديم مثلا. انت تبى الميدان الدوره والله. مثلا ها والله اني ادور ساكت بدنها في قلبي والله. تبى الميدان انت. عطنا شيء ما احفظ والله. كان مره بس تسمعنا ميدان انت قبل الهوى. سمعتك ميدان بس هاك الميدان شويه. لا هات لي في يا طالب من دكان قوط ديو. ديو طالب. لا تسوي اعلان عاد. من دكان قوط ديو غاوي مذاقه وحلو شربه. كيف طالب من دكان قوط ديو غاوي مذاقه وحلو شربه. انزين ويوم طلبت من دكان قوط ديو قال غاوي مذاقه حلو شربه. هذا اللي طلع. رحنا على عمان ردينا هني. ما ادري كيف تحول دوار. هذا فن عماني في الميدان. اي طبعا. انا اقول ودينا على جديمك نديمك عشان هم مو هو اللي واقف. يلا خلاص عيال خلينا. ودي النيابه عني. خلنا نروح عيال على الدولاب ونشوف طبعا سؤال ضيفنا وفناننا. أول مرة سؤال. كل سؤال منهم في 30 ثانية لازم تجاوب عنهم. جاهز؟ مستعد؟ 30 ثانية؟ 30 ثانية لكل سؤال. شد الحزام طال عمرك والرادار موجود هني ولا قاعدين؟ 30 ثانية وايد حلو. يلا عندك وقت عيال. أول مدرسة درست فيها؟ مدرسة الشعيبة. جميل. أول دور رومانسي لعبته وحبيته؟ شكلهم وايد رومانسي. وحبيته لأن أنا اشتغلت رومانسي وايد. لا حبيت الدور. تقمصته وفعلا حسيته. ليلى. ليلى. جميل. اول ممثله وقفت قدامها ممثله وليس ممثل؟ فخري خميس. من اكتشف ابراهيم الزجالي وصقل موهبته؟ انت اكتشفت نفسك ام هناك من دعمك في اول مره؟ انا اكتشفت نفسي ولكن مدرسين المعهد هم اللي دعموني تماما يعني على راسهم الله يرحمه ويغفر له الاستاذ احمد عبد الحليم كان رئيس قسم التمثيل. جميل. أول مخرج تعاملت معه وحسيت أنه مريح؟ لأن نحن عندنا مخرجين مش نحن الحمد لله لكن عادة المخرجين يقول يتعبون الممثل. مين أول مخرج تعاملت معه وارتحت في بداياته؟ هو كل أول ها؟ كل أول مرة هي. لا أنا اشتغلت مخرج يعني والله شوف. أول مخرج ما تتذكر فيه؟ أول مخرج أول عمل في مسلسل اسمه غدا تبتسم الحياة. جميل. مسلسل عماني هذا كان إخراج الأستاذ حسن أبو شعيرة. نوجه له تحية أكيد. نوجه له ألف تحية. أبو شعيرة هو أيضا اللي 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 يعني نقدر نقول إنه ساعد في بدايات إبراهيم يعني. نعم جميل.
الأسئلة كلها خلال 30 ثانية جاوبتها برافو. خلص كل شيء أول مرة؟ 100% طال عمرك 100%. هو نسى شيء أول مرة أنا بذكره فيه. ها شنو؟ مسلسل ميمي. ايه هاي سالفة ميمي هاي؟ اي صحيح. اه شفت؟ صحيح. انا وياك صحيح اترياك انا اتذكر عدل هذا مسلسل ميمي كان اول مره الصغيره هذا كان ميمي الصغيره كان كان كرتون. ايه هذا كان ايام ما كنا ندرس في المعهد. فرحنا مجموعه من المعهد احنا اختارنا الاستاذ عبد الناصر الزاير هو مخرج هذا العمل. ايوه و فاشتغلنا مسلسل كرتون دوبلاج. شو كانت شخصيتك؟ شخصيتي بيبو. بيبو؟ اي كرتون اسمه كان صديق 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 ميمي. جميل. اي هم صغار كذي كرتونين. هذا الحكي كان في الثمانينات. الثمانينات ما شاء الله الله يطول بعمرك وعمرك من عمر النبي شعيب ما شاء يعني الله. يعني نقدر نقول في 88 89 قبل 90 قبل الغزو على الكويت. يعني ما كنت مولوده انا الحمد لله. يعني ما صغري نفسي. 88 صغري نفسي. صغري صغري. انا اقول يقول طناف. طناف روح عن طناف. الحين طال عمرك بسمعك بعض الابيات الشعبيه للشاعر طناف. يقول عاد انت رد وياي. يقول هذا ما بي من مغاليجي. هذا هاض ما بي من مغاليجي. هاض من خوافي نظم من الهرجي. هذا صار اردني طناف؟ لا الهرجي. زين. انطر ببالي نشف ريجي. هي من ضي المهجه ومحترجي. محترجي. الف دبابه برجي ياهيجي والف دبابه وطمن ثلجي. ها؟ كيف؟ غاوي. الف دبابه يقول 40 مله مطاليجي واربعه تمن مضن نهجي بوع وينات مداعيجي يوم اقول له لز عني ما يطيجي. يوم اقول له لز عني ما يطيجي. ها مثل عندنا مثل يقول ما داني بس فديتك خوزوني عنه بس دزوني عليه. نفس الشيء بالضبط. يقول يشعره ثيبو مصاديجي. يشعره ثيبو مصاديجي كيف مدخولي من الخرجي. ايه هاي امور الميدان هذه. يقول عاد هذا البيت لازم تعيده وراي. يقول دجدج عظامي تدجديجي يوم يلبس ثوبه اللهجي. دجدج عظامي تدجديجي يوم يلبس ثوبه اللهجي. اللهجي يا سلام. بس عاد ثوب اللهجي انا اللي لابسه. برابر 100% 100% 100% 100% زين. خلصت القصيده؟ ما قص ما دام قال هاي مال الميدان بس خلاص قال تستاهل صفقة عليها وصفقة كبيرة عليها تستاهل فنانة. طيب نحن مستمرين في هذه الأجواء الرائعة معاكم مشاهدينا. خلينا نطلع فاصل صغير نشرب ماي ونرد لكم مرة ثانية. زين. مرحبا بكم وسهلا من جديد ورجعنا لكم مع برنامجكم الليله يمعتنا مع ريم وكانو. واليوم عندنا المتالق والمبدع الفنان ابراهيم الزجالي الرومانسي الحبيب الحالم وايد عنده القاب في الحب والحنين. انا بذكركم بسؤال مواقع التواصل الاجتماعي. سؤال مواقع الاجتماعي يقول ما اسم المسلسل اللي مثله الفنان ابراهيم الزجالي ومن 3 اجزاء؟ طبعا هو جاب العيد وقال كذي في نص الحلقه. فنتمنى انكم تجاوبون وتكتفون مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. فناننا عندنا رساله لك من كاتب صحفي. نشوف الرساله. شوف ان شاء الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسي عليكم مشاهدينا الكرام ونمسي على الأستاذ القدير إبراهيم الزجالي. وسؤالي الوحيد طبعا له بعد التحية والاحترام هو لماذا الغياب في الفترة الأخيرة عن الدراما العمانية؟ للأسف هناك انقطاع شبه مباشر يعني عن حضور الأستاذ إبراهيم الزجالي عن الدراما العمانية، واستمر هذا الانقطاع لسنوات يعني ربما أكثر من 5 سنوات أو زيادة. يعني
ما ندري ما هي الأسباب، هل هو ضعف في النصوص المقدمة، أم هو ضعف مثلا في الأجور، أم ضعف مثلا في يعني في التسويق وإشكالية شركات الإنتاج. نود الحصول على إجابة واضحة من قبل الأستاذ، ونقول شكرا جزيلا ونورت الحلقة في هذا اليوم. أنا سألت كثير هذا السؤال كثير، هو الانقطاع يعني أعتقد من سنة 2000 يعني 2002 2003 أي زمن 17 سنة، صار لي فترة يعني قال 5 سنوات يوين أكثر. هو كثير أشياء ذكرها سبب ابتعاد إبراهيم عن الدراما العمانية. أنا اشتغلت من بداياتي في الدراما العمانية يعني من سنة 92 إلى نقدر نقول إلى سنة 2000، فعملت أعمال مختلفة يعني، والحمد لله يعني كانت حصيلة جميلة يعني. فعلا أنا يعني ابن الدراما العمانية أساسا، وطلعت من الدراما العمانية ووسط النجوم العماني الكبار يعني طبعًا. يعني اول عمل انا اشتغلت مع ابرز نجمين عندنا في عمان يعني اول مسلسل ما شاء الله اللي هو صالح الزعل وفخريه خميس يعني اكيد. ف صارت يعني نقدر نقول الشركات يعني العمانيه وخذوا فرصه منتج منفذ الان من التلفزيون او من فتره صار لهم اكثر من 5 سنوات او تقريبا ياخذون يعني فرصه المنتج المنفذ يعني ويعطونهم مبالغ حلوه، لكن لما تيجي تشوف العمل ما مصروف عليه الصرف الجيد يعني. الشيء الثاني يستعينوا بمخرجين يعني مو المخرج اللي هو يوصل لك عملك يعني او اللي هو يقدم لك عمل مهم يعني نقول بداياته مبتدئ في الاخراج توه في ممكن. في في مجموعه منهم يعني. الشيء الثاني التسويق يعني انك انت تشتغل مسلسل وبعدين يتعرض على 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 قناه وحده وشكرا وينسى يعني. فانت كممثل لما انت تشتغل مسلسل شهرين كاملين تنظلم يعني طبعا، وحتى على مستوى الاجور يعني يعني هذا الكلام أنا كثير قلته وكررته، حتى يعني أصدقائنا وزملائنا المنتجين عارفين بهذا الشيء تماماً يعني. أيضاً حتى على مستوى النص مهم، هي مش حكاية المادة فقط طبعاً يعني. أنت لما تقدم نص مكتوب صح يعني وعمل مكتوب بشكل متقن يكون أكثر متقن ومكتوب لإبراهيم يعني طبعاً يليق في شخصيته يعني. إحنا نتمنى طبعاً مثلاً يعني، لكن إن شاء الله متى ما توفر العمل الجيد بكل هذه الأمور إنتاجاً وإخراجاً وحتى على مستوى مدراء التصوير، لأن مدراء التصوير لا يقل أهمية من المخرج أساساً طبعاً. يعني ومتى ما توفر النص الممتاز اللي يشجع إبراهيم إنه يعود للدراما العمانية ما راح يقصر. يلا نحن ناجيكم من هني من هذا المسرح، تحية لصديقنا أعطونا مخرج عدل ونص يليق طبعاً في الفنان إبراهيم الزجالي، هو يوعدكم إنه يرد إلى الدراما العمانية بإذن الله. نحن بندخل على ملفك الخاص بعد إذنك، شفنا إحنا كيف محترفين، بندخل على ملفك الخاص وبنشوف صور وبنعلق على الصور سوياً. خلنا نروح إلى الملف الخاص. حبيبي عليك الله يحفظ لك إياهم يا ربي. حبيبي هذا يعني آخر العنقود، الله يحفظ لك يا ربي. هذا ميدو ميدو اسمه أحمد حبيبي. هذا دلوعتي، هذا متعلق فيني بشكل مش طبيعي يعني، وشوقه غريب على فكرة يعني. يعني لما أغيب مثلا شهر عنا وشهر ونص شهرين لا يعني يتعب يعني. خلنا نقول هذا الشبل من هذا الأسد بيطلع ممثل، أنا ما خاف عليه من هذا المجال، ما تبغى يطلع ممثل يعني. أبغى يتخصصون في أشياء يعني ما بقول لها مستقبل، ولكن في أشياء يعني خلينا نقول احتياجات السوق، يدرسون احتياجات السوق اللي موجودة هني. هذا حبايبي، هذا ميدو طبعا أحمد، وهذا فيصل
هاي صورة أرض جو أنا مسميتها من تحت الفوق مسوين ما شاء الله عليهم الله يحفظهم طبعا آمين يا رب تحياتنا لعائلتك الكريمة كلها يعني طبعا ولأولادك ولزوجتك الله يحفظهم يا رب يعني ما بنشوف أي واحد بإذن الله الواحد الأحد من عيال الفنان إبراهيم الزجالي في مجال التمثيل والله يشوف يعني هو إذا 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 يعني حد منهم أحد إنه ممكن يجرب ما يمنع يعني لكن إنه يأخذها كمهنة أساسية احتراف وكمهنة يعني صعب صعب أنا بعطيك نصيحة أنا أخوك الصغير وبعطيك نصيحة بما إنك أنت يعني ما بتخليهم يمثلون فأنا الحين بعطيك كورس في الرسم زين فأباك تنقل الكورس لأبنائك إن شاء الله في السلطنة يمكن يطلع منهم حد رسام الحين ننتقل لفقرة الرسم اختاروا لنا حد من الجمهور يا جماعة بيطلع معانا ضيفنا طبعا تفضل أنا بستأذنك بالمايك أوكي يا هالطاووس اللي أنا لابست لنا تفضل بس تعرفني عليك على الكاميرا حمزة يونس حمزة يونس تفضل يا حمزة وخلي معك تفضل أخوي جزاك الله خير على المشاركة طبعا الفقرة كالتالي أنا بسحب عمل و الحين عندي مسلسل خليجي شارك فيه الفنان إبراهيم الزجالي يعني سؤال لي ولا له؟ لك أنت فريقي أنا فريقك لازم أرسم لك زين من الرسم ما لازم نعرفه اسم العمل ما لازم نعرفه الحين في الرسم بتعرفه عندك من خلال دقيقة الرسم لازم بتعرفه مسلسل شاركت فيه زين وقتك روح وقتك اشتغل وقتك اشتغل يبي يغش بأي وسيلة يبي يغش هالريال لا أنت ما يخصك أنت معاي أنا اللي برسم وأنت تعرف نفس الحال هي شمس هذه كورة أنا لازم أغلطك عشان ما تربح عليك شمس وقمر أوكي أيوة أنا مشكلتي ترى أنسى خلص الوقت عشان يخسر كانوا لا شو اسمه أيوة شمس برتين شغل يا رب الجب لوين يا رب أنسى يا كانوا أقدم لك العزاء أقدم لك العزاء الشمس تشرق مرتين الشمس ما غششت أمون بس يستاهل أوكي ملعوبة جابها قبل الوقت أنا أنسى والله أنسى لا مسلسل قديم هذا كان مع الرائعة هدى حسين هذا المسلسل وقت أضافي في الوقت الضايع جابها في الوقت الضايع ولا شو يا جماعة تنحسب لنا نقطة ولا تنحسب تنحسب مسرحية مصرية قديمة بطولة حسن عابدين من كلمتين أوكي. كلمتين جميل تفضلي يعني وايد دقيقة هنشوف وانت قاعد لي على الوحدة هذا عملها هي هي لازم تقول لها هذا مسرحية مسرحية السيجار السيجارة مسرحية مش مسلسل انت فريقي ركز معك ما علي عشان عشان يفوز اوكي سفينة العربة سفينة الرصيف على الرصيف ايوه صفقولي صح في الوقت اليوم الضايع بعد في الوقت الضايع في الوقت الضايع طيب بطولة من شكرا كانت شكرا الفنانة اني انا للحين يعني فايزة الحمد لله بطولة لا لا انت مش فايزة تعادل واحد قديمة هي دورك فنانة تقدر تعطي رؤوس أسأل أقلام أسأل من الحين أنا؟ لا أنت تعطي رؤوس أقلام أنت بدون الاسم رؤوس الأقلام هو فريقك هو أنا فريق إيه وأنت ترسم له ويعرف يلا هو فيلم أيوة فيلم مصري فيلم مصري جديد قديم أوكي روح بطولة الله يرحمه محمود المليجي زين قابلني لو عرفته بعرفه طياري محمود المليجي عزة العلايلي شكله قديم وايد إخراج يوسف شاهين يلا هو هالمعلومات من عندي ما ادري صح ولا لا بس مو مكتوبه وقتك مشت تفضل فنانه كره الارضيه بس بخريطه بلادي الله الارض صحيح الله يا جماعه يعني ما ادري ايش تصفقون حكي انا بصراحه لا أنا يعني معناته انا سريع سريع البديهه حمزه الظاهر انك استفدت من الكورس اللي بطلت العيال في ميدو فر الورقه
عطيت شيء بالغلط او رؤوس اقلام عطيت شوف انت سويت. انا اتوقع ميدو بيطلع رسام لانه بيستفيد من الكورس. اعطيني رؤوس اقلام تفضل. انا بنتي حلا تحب الرسم. تفضل يا حمزه اعطيني رؤوس اقلام. مسلسل مسرحيه؟ ايوه مسلسل خليجي بطوله ابراهيم الزجالي. طيب قديم جديد شو انت بلاك بلاك مستعجل خلني افهم قول. هذا ما ينقال. تمام الكرة الرابع مسلسل خليجي أيوة بطولة إبراهيم الزجالي. جميل. أنا ما لازم أشوف من كم كلمة. أوكي كلمتين. كلمتين خلاص. يلا روح يا رب لا تفشلني في كانوا اليوم. الله هذا حلو هذا العمل. نفس الشيء الأرض ما يصير. كان في إلهام الفضالة هذا العمل. كرة الله يذكرها بالخير. الله يذكرها. الكرة والحربة. قمر. قمر. أوكي. هذا شو؟ هذا. أنت كنت فيه؟ أنا. أنت كنت فيه؟ جار القمر. الله عليك. يا جماعة. معقول ما تعرف؟ الحمد لله الحمد لله. ها؟ شوفوا حطوا الكاميرا على وجهك. لحظة لحظة لحظة. حطوا الكاميرا على وجهك. خلنا نغششين. أنا بصدق إنه. ما في وسيله غش. لا ما في وسيله. بس وين القمر وين الجار؟ لا لان لا 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 انا القمر هذا الجار. يعني هذاك الجار أنا اللي القمر هذا الجار. لا شوف هو لان هذا العمل لله في خلقه لشؤون. طبعا اكيد طبعا طبعا. شكرا, شكرا لك حمزه. يعني لا جار ولا قمر ولا اي شيء. انا قريت رقم 10. شكرا لك حمزه. هذه مش جار قمر هذه 1-0 نتيجه. لا ابويا لا ابويا الحمد لله تعادلنا الحمد لله. حلوة المسابقة حلوة. الله يسلمك. نحن خلينا نعلن على اسم فايز حلقة أمس. كانوا شو رأيك بما أن أنت سوشيال ميديا؟ سؤال السوشيال ميديا أمس كان عندنا فائزة نقولها ألف 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 مبروك في استماعنا بجائزة مقدمة من قناة الظفرة عبارة عن آيباد. الفائزة هي مريم سعيد. نقول لك ألف مبروك على هذه الجائزة. ألف مبروك. طبعا ما نسينا طبعا جمهورنا اللي موجود معانا جمهورنا. كذلك أنت راح تسحب على رقمين احتفاء بوجودك. خلنا نجهز كروتتنا للحاضرين معانا أرقامكم علشان تربحون ويانا بإذن الله. يستاهلون المكان مليان والله. إيه ما شاء الله. وايد جايزتين عندنا. جايزتين جايزتين جايزتين. كرتين. كرتين إيه رقمين. هذا الكرت الأول. هذا الكرت الأول. الكرت الأول رقم 47. رقم 47. 47. رقم 47. رقم 47. 47 يا جماعة موجود. 47. الكرت الثاني. خليه على جنب. الكرت الثاني. الكرت الثاني. ايه 38. 38. 38. رقم 38 موجود. ألف مبروك معنا فايز. ألف مبروك. بعد عنا واحد بما ان رقم ربحت معنا جائزة مقدمة من علياء القمر للعطور. جميل. بما ان اللي قبلي كم؟ مش موجود. 47 مش موجود. 47 مش موجود صح؟ اللي بعده. مش موجود اللي بعده. ناخذ غيره؟ ايه. يلا يلا يدك فيها بركة ان شاء الله. ان شاء الله. اثنين وعشرين. تيكت نمبر 22. يا جماعة اليوم ما تبون تفوزون على هالزحمة الكل. ها ما شاء الله. زين نسحب بعد رقم 22 مش موجود. روح اللي بعده. اوه لازم الحين واحد يطلع وهذا اللي يطلع امه داعت له. شكرا. تفضل يحل. مصداقية حلوة. يحلتك. يحل. 26. 26. 26. 26. موجود؟ ألف مبروك. 26 موجود. الحمد لله عندنا فايزين معانا للحين. ألف مبروك لكل اللي فازوا معانا خلف شاشتنا أو كان موجود معانا في أبراج الإمارات. كلكم نورتونا.
فنانة أنت شرفتنا ونورتنا وأشرقت وأنورت، نتمنى لك التألق كعادتك اللي احنا متعودين عليها، وما نسيناك في هدية بسيطة تذكرنا فيها طال عمرك. الله يسلمك بقدرك، لكن هدية بسيطة هدية لنا مقدمة من علياء القمر للعطور. كل التوفيق لك يا ربي. شكرا لوجودك معنا في برنامجنا، جمعتنا الليلة مع ريموكانو، وفعلا أسعدتنا وحسينا في ريحة أعمال فيك، ريحة الغاليين وأنت موجود عندنا، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر الكريم. علينا وعليكم إن شاء الله، وعلى الإمارات الحبيبة، على خليجنا يا رب إن شاء الله السلام والخير، على أمتنا العربية والإسلامية، وإحنا قربنا من العيد، كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير. أنت بخير وصحة وسلامة. خلاص نبي 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 الهدوء في عالمنا العربي والإسلامي. بإذن الله. يعني خلاص الناس تعبت يعني. بإذن الله الواحد. فيا رب إن شاء الله يعم السلام للجميع، والكل يرجع إلى بلاده وإلى أهله. آمين. اللهم آمين يا رب. آمين يا رب. وأنا أقول بعد. شكرا على هذه الاستضافة. شكرا لك. إحنا تشرفنا فيك واستأنسنا، ونوعد الجمهور جمهورنا الكريم غدا بإذن الله الواحد الأحد، انتظرونا في برنامجكم الليلة جمعتنا مع ريمو كانو، وإن شاء الله مع نجم وضيف جديد، وتصبحون على خير.